ما زال الحديث في الأروقة المجتمعية لا يتعدى مسألة الحلول السياسية بشأن الاستهدافات المتكررة بصواريخ كاتيوشا للبعثات الدبلوماسية والممثليات الأجنبية العاملة على الأراضي العراقية، حديث يدعو إلى البحث في الخيارات الوطنية المتاحة، وفي حال لم تستطع هذه الخيارات من إيقاف مسلسل الاستهدافات فإنه وبحسب خبراء أمنيين فإن الخيارات المطروحة تذهب نحو توسيع رقعة الرصد والاستمكان الاستخباري، ما يعني التوجه نحو العمليات الاستباقية. هذا العمل السلبي يسلب العراق سيادته ويؤثر على هيبته، فأوقف هذه العمليات إن لم يجري الالتزام والإصغاء إلى صوت العقل والمنطق. نلجأ إلى الخيارات العسكرية. الخيارات العسكرية جهد الاستخباري مدعوما بجهد تنفيذيا. القيمة الاستخباراتية هي أنه السيطرة على الحدث والقيام بعمليات استخباراتية قبل وقوعه. هنا طبعا لابد من التأكيد على أن الجهد الدولي عامل مساعد. وعلى ما يبدو فإن الخيارات والمعالجات المطروحة على الساحة لإيقاف رسائل التهديد عبر الكاتيوشا للسفارات الأجنبية فإنها تنحو نحو تشكيل لجنة موسعة تضم في داخلها كل أركان الجهد الاستخباري وممثلين عن السلطة التشريعية. أعتقد أنه القائد العام القوات المسلحة ماضي قدما بتشكيل هذه اللجنة، وحال تشكيلها ستباشر عملها بطريقة بحثية وتحقيقية كما عرف عن الأزل الاستخبارية كيف أنها تتعقب عثرات المجرمين فتفككها وتلقي القبض عليهم. وبحسب مراقبين فإن المشهد يتطلب تفعيل الجهد الاستخباري بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للحد من هذه الظاهرة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.